بناتي عصرناها، خلونا نلعب كذا. ايش لعبي البيض هنا؟ طبعا البيض يوميا. كنت بقولكم طماطم ما عندي، بعدين استحيت على دمي، تذكرت لما امي جابت لي بندوره. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، أخباركم يا رب طيبات. اللهم ارحم والدي وموتى مسلمين جميعا، رب اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم صلي وسلم على سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. صباح الخير، صباح النور، صباح الورد، أسعد الله صباحكم بكل خير. حياكم الله معاي فيديو صغنون صباحي من يوم الجمعة، أتمنى يا رب كذا تستمتعون معاي وكمان تستفيدون. الساعة عندي الحين 9. قبل ما نبدأ الفيديو لايك صغير يشجعني ويدعمني، جيبي حاجة تشربينها وتعالي معاي نبدأ الفيديو. قبل ما نبدأ الفيديو شكرا ألف أخت جديدة انضمت القناة، صرنا 450,000. يلا حياكم الله معاي بالفلق الصباحي. شوفوا أول حاجة، طبعا أنتم عارفين أنه صبوحة لازم تقوم معاي الصبح، صبوحة لازم تقوم الصبح، أخذت من اسمها نصيب، صباح يعني تصحى صباح. خلاص وسط زبوعة أنتي وسط زقرة أنتي والله. طبعا غيرت لها ورضعتها وقضينا. الحين ايش وانا تسوين يا ام سارة؟ شوفوا ابغى اول حاجة اشغل بريق الزنجبيل علشان يسخن. طبعا هنا انا حاطة بنات، شوفوا هذا زنجبيل طازج، متعودة كل ما الصبح لازم اشرب. خلاص الحين ايش نبغى نسوي؟ ابغى اطلع من جلاية المواعين. شوفوا امس هنا مع نفسي رتبت الدرج هذا حق الالكترونيات كله. خلاص ابغى اطلع بنات، إيه ماني غسلتها، خلوني اطلعها اغسلها على ايدي، ماني مشغله الجلايه من غبائي. ترى غسلتها، شوفوا جلايه المواعي ماني مشغلتها انا. ليش؟ لان تاخذ مساحه، لسه مو مساحه، تاخذ اغراض، فقلت حرام انه انا اشغلها وفي مكان لسه. هذا امس جبنا بيض بنات، جبنا توست بر، مو توست صامولي بر، وكمان جبنا هنا اوريكم، جبنا خبز خالة، حبة البركة، هذا هو برضو. كمان خلوني أطلع من الثلاجة أوريكم أي جبنة. جبنا بنات شوفوا علبتين زبادي لايت. خلاص وبرضو كمان جبت حاجة أنا، عصير السارونة، هذا من البقالة اللي عندي، ما بغيت أكثر لأنه بنجيب، أنتم عارفين نتقضل الأسبوع، هذه أشياء ضرورية أنا ما خذيتها بالأسبوع الأول كانت عندي، لكن الأسبوع الثاني خلاص يفترض أنه بكرة أنزل أتقضل الأسبوع الثاني، فخذيتها من البقالة اللي قريبة عند بيتي. حلو كذا. طبعا أمس كان يفترض أنه يوم المشي، أنا يوميا أمشي، بس أمس صراحة قلت لأبو سارة خل صبوحة عندك، خذيت سارونة ورحت أنا وياها للحديقة فقط، أعطيت أمس كله لسارة، يعني كله أمس لعبنا مع بعض، قعدنا مع بعض، فأمس صراحة كان كله لسارونة. خلاص بنات نبدأ كذا نحط ايش؟ البيض اساسي عندي بالنظام الصحي. بنعصر مع بعض كمان اليوم ليمون، لان الليمون اللي عندي خلص وبنبخر البيت. نبغى نشوف اذا قدرت اسوي معاكم فطور صحي وصباح ما ازعجتني، بنسوي ليش لا. خلاص خلاص كذا، هذولا بحطهم الحين اوريكم وين، بس خلوني اجيب الغطاء. وحده سالتني على القلايه حقتي ام ساره وش نوع قلايتك، هذه قلايتي بنات، قلايتي برنسس، حيل حلوه حيل حلوه، هذا حجم اللي تبغى تشوفه، بس ما اقدر اشيل هذا لان ماني حاطته عشان النظافه، حاطته عشان يعكس. شوفوا هذا هو، هذه قلايتي بالمره يا بنات زينه بالمره حلوه. الحين خلوني اضب الاغراض هذه دقيقه واحده. بسم الله، تعالي 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 تعالي، وين رايحة؟ وقفهم وين؟ شوفوا هذه البندورة الكرزية، في تين هنا، هذولا من أمي الله يسعدها أرسلتهم لي. خلاص ندخل الزبادي هنا، أبغى أحط الصامولي، شيل الكيس. خلونا نشغل النافورة، ليش النافورة طافية؟ في شيء مشيول، طيب تمام، لأني أنا حاطة الشاحن. ترى شغلت نافورتي، باخذ حق الصامولي فاضي، مو الصامولي التوست، تمام.
اليوم انا باكسر النظام الصحي حقي بالفطور، باخذ نشويات تمام، لازم كل فتره بنات اشوف ابو ساره ياخذ توست يخليها مكشوفه. قلتها كذا مره والله ما في فايده يا زوجي، سكر الصندوق، لكن الرجال سبحان الله ما يهتمون. هذولا بخلي زوجي يطلعهم للطيور برا جنب بيتنا، في قطعه فاضيه، حط شيء للبساس، حط شيء للطيور. خلوني افتح هنا التوست. الرجال سبحان الله ما يهتمون يعني انهم يقفلون كذا خلاص، يعني سبحان الله الرجال مو زي المرأة، المرأة هي غالب من اللي تكون حريصة. اي اليوم بكسر نظامي الصحي. ليش يا ام سارة؟ لازم يا بنات، انا خلاص مسكتها عادة، كل جمعة اكسر نظامي الصحي، بس ما اكسره بخرابيط اروح اخذ وجبات سريعة، لا انا ما اسوي كذا، اكسر بوجبات الفطور، فهمتوني؟ ادخل نشويات عندي بوجبة الفطور. علشان ايش؟ علشان اكسر الدايت، فهميني؟ لازم. خلاص حطيت التوست، اسكره زين عاد. طيب خلاص الحين هذا الزايد هنا. طيب وناخذ هذه بعد، وين نحطها؟ نحطها هنا. الحين تعالوا معي، خلونا نطلع معصرة الليمون او البرتقال، لاني انا بنات ناوي ايش؟ ابو اعصر عندي شوية ليمون. خلاص كذا نحطها هنا، الليمون عندي، والليمون قلت لكم انا ما يجلس عندي، يعني حاجة اساسية صراحة الليمون ما يقعد. خلونا نجيب سلة الليمون، هذه هي. في ليمونة خربانة أشوي اللي لحقت عليه، بس الليمونة الخربانة تراها من قبل كانت فيه، ما هي جديدة يعني. هذول 4 ليمونات، بخلي واحدة بس، هذه برميها، بخلي واحدة عشان إذا بغيت أقطعها فوق الكبسة، بغيت أقطعها فوق شيء، والباقي بعصره، لأنه خلاص بنجيب مقاضي الشهر. خلوني أخذ لوحة تقطيع، بنجيب مقاضي الشهر بنات. شوف ترى انا ماني مثاليه، عندي فوضى هنا، ما راح اقول لكم والله انا المره المثاليه وما حد قدي، لا كنا نمر بضغوط بالبيت، كنا نمر بوقت ضيق. افتح الدرج، اخذ سكينه، يلا نعصر الليمون. هذه العصارة من أحلى العصارات وأزينها. شوفوا طلع مخه، اي والله طلع المخ. هذا اللي داخلها، خلوني اشيل البزر لانها خلاص قربت تستوي، مش تستوي، قربت تخرب. بسم الله، ليش تخرب عيني؟ طيب الاشوي اللي داركته يعني. شوفوا أسرعها حلوة. طبعا اليوم بنات ما في صيام، يعني ما راح اصوم صيام متقطع، قلت لكم الجمعه عندي كسر، بس كسر ايش؟ كسر الصيام، يعني ما اصوم اللي متعودات عليه بالنظام الصحي،
وبرضو بوجبة الفطور أدخل نشويات. بس هذه الخربطة اللي أنا أسويها عندي بالنظام الصحي، أكثر من كذا أنا ما أسوي صراحة. هذه خلوها احتمال حشاشة نظيفة. طيب خلونا نجيب، خلونا أول شيء نأخذ السكينة نحطها هنا، ولا حتى السكينة بحتاجها والفطور. دقيقة، شوفوا هذه ما راح يمديني. خلوني أعصر. خلاص يا حلواتي عصرناها، خلوني نعبي كذا. إيش نعبي؟ البيض هنا. طبعا البيض يوميا أنا على الفطور، مو يوميا يعني غالبا البيض صرنا نجيب صفطين، طبقين بيض، واحد ما يكفي. تمام، نعلقه هنا. طيب بنات، الحين خلوني أجيب الليمون من الثلاجة، عصير الليمون. دقيقة، ليه يا صباح ليه؟ انتي بس تزعجين مامك اليوم. يلا نصب الليمون هنا، بسم الله. شفتوا بنات لحقت عليه قبل يخرب. خلاص انا قلت لكم سابقا، قلت لكم الليمون من الاشياء اللي ما تقعد عندي. خلاص كذا اريد اخذ كوب، علشان دائما الفطور احب اخذ اللي به غطا. ليش؟ مو الفطور، المشروب حقي، علشان بنات اخليه يفتر. فاهمين ايش معنى يفتر؟ يعني يصير كذا دافي شوي. حط شويه من عصير الليمون، هذا مشروبي حق نحت البطن. اخذ الغطا بس، حطه هنا. ليه صبوحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الابريك هذا اصلا هو بريق الكرك على فكرة، بس انا جبته عشان المشروبات، حلو في نظام تسخين. خلاص خلوني اغطيه، هذا كان ب 34 ريال من واي سنتر. خلاص بخليه يفتر هنا على ما اخلص الاشغال اللي عندي. دخل الليمون بس بنات الثلاجة. الحين تعالوا معاي، خلونا نشيل المنشفة هذه المزعجة حقت الطاولة، وتعالوا معاي خلونا نبخر البيت. خلونا نبدأ كذا ندلع أنفسنا بمرشات وعطورات وبخور للبيت. اليوم معانا هذا الصندوق الجميل من مؤسسة سعودية، وريتكم إياها أكثر من مرة، أسعارها بمتناول الجميع، وحاليا يا بنات عندهم خصومات رائعة للي حابين ياخذون من عندهم. اليوم معانا مؤسسة نسيم الزمرد، أكثر من مرة تكلمت عليها، بس أنا سعيدة علشان في شيء جديد انضاف للكراتين. أهنيكم على هذه الإضافة اللي أضفتوها، حيل أعجبتني. أول حاجة عندنا هنا، أنا ماني عارفة هذه عروض ولا لا، لكن أتوقع واحد منهم عرض والثاني ماني متأكدة. يلا نفتح أول صندوق، شوفوا لي التغليف، ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا هنا لفتت انتباهي ريحة غريبة ما كنت أشمها أول بالكراتين، الحين تشوفون معاي إيش هي. وصلني من عندهم هنا يا بنات صندوقين اثنين، هذولا يا بنات عود التايجر الكمبودي. خلاص الريحة دمار دمار. هذه عبارة أتوقع عن أقية، هذه 59 ريال بس عليها عرض، كانت يا بنات بمية، حاليا بس بتسعة وخمسين ريال بتوفرون 68%. الخصومات عليها 68%، عفوا بنات كانت 180، تخيلين الكل الكرتون الواحد كان 180، صار بس بتسعة وخمسين ريال، وبنجربه الحين مع بعض. الحين خلونا نشوف هذا الجمال اللي وصلني، أنا كنت مستعجلة أبغى أشوف اللي هنا. طبعا هذه يا بنات فواحات للبيت، فواحات صناعة تركية، وصلتني بثلاث روايح زي ما تشوفون، بنجرب واحدة الحين. أنا لفتت انتباه القزازة، ما شاء الله تبارك الرحمن كبيرة، يعني بتقعد معاكي فترة طويلة. وبرضو يا بنات اللي لفت انتباهي اني شميت الريحة قبل ما افتح الكرتون. شفتوني اول ما فتحت الكرتون قبل ما اطلع الفواحات، في ريحة هفت اللي هي ريحة الفواحات. تبغون نجرب هذا اول واحد اللي على اليمين. خلاص طبعا هذه انا جربتها وحطيتها بغرفة اللي عندي، هذه انصح فيها مجالس الرجال والموظفين، موظفين وليس الموظفات. الريحة رسمية، الريحة رجولية بحتة، فاللي تبغى تهدي زوجها لا تتردد، اذا زوجها موظف على مكتب بيدعيلها، لان الريحة يا بنات تشرف. متخيلين الفواحات هذول الثلاثة حاليا ب95 ريال بس، وفيك تاخذينهم اقساط على اربع دفعات.
ليفوتونكم يا بنات، من قلب أقولكم حلوات. من الأشياء اللي أنا سعيدة إنهم أضافوها نسيم الزمرد، طبعا نسيم الزمرد من زمان وأنا معاهم، بس سعيدة سعيدة بالنتيجة هذه اللي هم قاعدين يطورون من أنفسهم بالمرة بالمرة. المتجر صار بيرفكت ومتكامل. هنا أبغى أشوف الأشكال اللي جوا، بس الروائح من غير ما أفكها فايحة. هذه كانت بريحة الدراق أو الخوخ، هذه هي الريحة فايحة يا بنات، حتى تنفع مجالس الحريم، تنفع بالبيت عندك، شوفوا كبيرة. ومعها كمان الأعواد، أعواد الامتصاص، أعواد الفواحة اللي تخلي الريحة تنتشر يعني. وبرضو كمان في هذه الثالثة، طبعا الزرقة اللي على الطاولة فكيتها هذه، خلاص أنا بحطها مجلسي. والثانيات لا والله يا بنات أبعطيهم أمي الله يا رب يحفظها ويطول بعمرها. دائما لما تجيني أشياء مميزة أحب أشارك فيها الوالدة، أحس أن رب العالمين يبارك لي في حياتي وبيتي ورزقي، فالوالدين سبحان الله بركة. طبعا هذه يا بنات عبارة عن 120 ملي، حجمها ما شاء الله تبارك الرحمن كبير. والأحلى من كذا أنها صناعة، لما قلت تركية يعني حتى تحت تركية، ألف خط، معروفين بالعطورات الحلوة للبيت، معروفين بالجودة، ما شاء الله تبارك الرحمن. أنصحكم فيهم يا بنات هذولا. خلوني أتأكد يا بنات عليهم عرض ولا لا، لأني أنا اللي أعرفه أنه سعرهم 95 بعد العرض، بس قبل العرض أنا ما أدري كم كان سعرهم. الحين أوريكم سعرهم يا بنات، لا ما عليهم عرض، سعرهم بس 95 ريال. كمان نسيم الزمرد عندهم خاصية تغليف الهدايا، يقدرون يا بنات يغلفوكم الهدايا بالطريقة هذه. أول حاجة وصلتني منهم مجموعة أمساك، هذا اللي بالكرتون هذا عبارة عن عرض، فيك تطلبينه وتطلبين تغليفه إذا أنت حابة تهدينه أحد. الحقوا على المجموعة هذه، عليها خصم يا بنات بنسبة 65%، السعر السابق 450 حاليا ب169 ريال. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن قوة العروض الرائعة اللي عندهم. أربع أمساك كن دائما لما يجوني، أنا سارونا عندها، بس كن دائما لما يجوني أشيلهم أعطيهم أحد يعني، لأنه عندي كمية صراحة خلصت، وصار الوقت إنه إيش، الوقت إنه أنا أخليهم عندي لأنه عندي بيبي صغيرة. وبرضو كمان سارونا السنة الجاية مدرسة بإذن الله تعالى، فرح أحتاج مجموعة المسك هذه. الحلو بالمجموعة هذه أنها تنفع للأطفال وتنفع كهدايا، حنا على وجه مدارس نصيحة لا تفوتكم، روايحها دمار. تجيب أربع روايح زعفران رمان وتوت وبودرة، بخليهم البناتي يا بنات، الروايح فظيعة فظيعة فظيعة. مو بس كذا، هذول الأربعة معاهم مجموعة من العطورات، العطورات هذول أنا كمان بعطيهم أمي، أخواني يحبونها بيتعطرون منها أخواني. خلوني أوريكم إياها، تجي بوكس كذا الحين أوريكم إياها، عبارة عن شنطة فيها ثلاث عطورات. طبعا زي ما تشوفون فيكم اذا تحابين تهدون تطلبون خدمة تغليف الهدايا ويغلفوا لكم اياها يا بنات. خلاص ماني عارفة هل تغليف الهدايا يعني مبلغ ولا شيء، انا ماني دارية. هنا يا بنات عندي مجموعة عطورات ثلاثة، اللي هي فرست نايت، سكند نايت، ثيرد نايت اللي هو الليلة الاولى، الليلة الثانية، الليلة الثالثة. من قلب أقولكم فظيعات 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 فظيعات. خذوها على وجه المدارس، إذا عندك شباب خذيها، يتناسب كل الأعمار، شباب مراهقين للمدارس، ريحتها يا بنات سطلة وفواحة. فيك تاخذين هذه المجموعة وتاخذين معها الأمساك وتهدينها أي أم، صدقيني راح تدعيلك، لأن من جد من جد يا بنات الهدية قيمة والهدية زينة. زي ما قلت لكم هذا البوكس اللي فيه الشنطة اللي فيها ثلاث عطورات ومجموعة الأمساك بس ب169 ريال، عشان الخصومات يا بنات حاليا كبيرة عندهم بالموقع، فأنصحكم فيها. خلاص طبعا هي تابعة لشركة نسيم الزمرد. حلو بنات تشوفون الشنطة وشلون ما شاء الله تبارك الرحمن شغلهم من قلب من قلب متعوب عليه. أتوقع أنك فيك تاخذين العطر الحالة، العطر واحد الحالة. طبعا أنا شميت عطرين هنا، شميت فرست نايت وسكند نايت، الروايح سطلة. هذول الثلاثة شوفوهم، الليلة الأولى، الليلة الثانية، الليلة الثالثة، الروايح جبارة. أبغى أتأكد لكم بس هل في كود خصم إضافي ولا لا، لحظة يا بنات كاتبي لكم. دقيقة، إذا خذيتوا دفعتم إلكتروني خلاص فيه راح تجيكم هدية مخلط الشيوخ، وبرضو كمان راح يجيكم خصم إضافي 5%. وش تبون بعد، راح يجيكم خمس خصم إضافي يا بنات 5%. الروايح سطلة على ضمانة أم سارة، هذا لازم تاخذونه، هذا البوكس تحديدا لازم تاخذونه. ما أمدح لكم حاجة وأنا أكذب فيها لأنه الكذب حرام. خلاص بس من قلب أقولكم هذا خذوه، إذا عندك زوجك موظف، عندك أولاد كبار بتدعي لي بالجامعة،
تدعي لي عشان أكون صادقة معاكم. أحس الروايح، ما أدري، أنا أم سارة أحس الروايح تكة رجالية شوي، تكة رايحة جهة الرجال شوي. ممكن فرس نايت شوي يصلح الجنسين، لكن أحس الباكج يصلح، أو مثلا اللي حابة تاخذها للدوامات بيناسبها. دخلت الغرفة هذه، أبى أحط الفواحة على الطاولة، متأكدة أنها بتفوح، ما شاء الله تبارك الرحمن، واضحة الجودة فيها، شايفين؟ أحب الفواحات بالبيت، أحس كذا طاقة حلوة. طبعا مشغلة هنا القرآن الكريم عندي، بعطيكم رأيي فيها بالمنتدى، بس أقولكم الريحة يشهد الله علي. هذا حنا في يوم الجمعة، طلعت قبل ما أفك الكراتين. خلاص الحين بنات تعالوا معاي، وين نروح؟ نروح للمقخرة عشان نبي نجرب العود. طبعا العود هذا شهادتي فيه مجروحة، بس خلوني أشيل العود اللي هنا. العود هذا شهادتي فيه مجروحة حقهم. يلا نحط هنا فيه شوية قهوة أمريكية، سويت أنا أبو سارة أمس وشربنا، قد خليهم علشان أسخنهم. يلا نجرب عود نسيم الزمرد، بسم الله. طبعا انا ما راح امدحه لاني قبل تكلمت عليه، عود بيت يا بنات، بيت شعر لك انتي اللي تبين. خلاص كفي كسرتين عود، بخليهم الحين يبخرون لي البيت كامل. راح اخلي لكم رابط نسيم الزمرد تحت في صندوق الوصف، واول كومنت مثبت للي حابه تتعامل معاهم. خلاص على ضمانتي الشركه هذه مش اول مره انا اتكلم عليها ولا آخر مرة، أشياءهم مرة مرة نظيفة وحلوة، أنصحكم فيها يا بنات من أعماق قلبي، من جد من جد الشركة جميلة جميلة. الحين بعطر البيت بالعود كذا، خلاص شايفين الحين تبدأ تشتغل، أنا مشغلتها تمام، بس تسخن اللي يسخن الجهاز. هذه المبخر حقتي، أختي عطتني إياها الله يسعدها. خلوني أحط عودهم، وين أحط عودهم؟ هنا. طبعا أنا ما راح أخذه كله لي أنا ومسارونة، لا طبعا لازم أقسم على أمي، لازم أعطي أمي من العطورات، لازم أعطي أمي من الأجهزة، أي شيء يجيني لازم أقسمه بيني وبين أمي. سبحان الله أحس البركة تجي فيه. هذا الطقم ما راح أخذه، بعطيه الوالدة، ليش؟ عشان أخواني يتعطرون منه، فبعطي أمي هذا. حلو، وهذول اثنين خلاص بعطيهم أمي. وهذا كمان أنا راح أخذ المسك، عنده كثير، كل ما جاني كنت أعطيها المسك، لأني أنا سارة ما كان عندها مدرسة وما كان عندي بيبي جديد، الحين جتني صبوحة وعندي طفل للمدرسة، لكن هذولا لا، هذولا بعطيهم الوالدة، الله يا رب يحفظها ويطول بعمرها. سبحان الله لما أعطيها كذا، مو أمي ناقص عليها، لا لا، بس سبحان الله أحس بركة، أحس بركة تجي حياتي، بركة تجي بيتي لما أنا أعطي أمي. خلاص بنات خلوني أشيل الأغراض. الله يجزاكم خير نسيم الزمرد، ما قصرتوا، كثر الله خيركم على الجمال اللي كل مره ترسلوا لي. والله يا بنات اشياء انا سعيده، انا اقول لكم اياها على الملأ، سعيده انكم دخلتوا منتجات تركيه في متجركم، لانه ما شاء الله المنتجات التركيه ما عليها كلام، ما عليها كلام. زي ما قلت بخلي لكم رابط نسيم الزمرد تحت في صندوق الوصف وفي اول كومنت مثبت. برضو كمان بتاكد اذا في كود خصم بيطلع لكم على الشاشه اكيد، علشان لو حابين تطلبون من عندهم. كلمه صغيره حابه اقولها، نسيم الزمرد عندهم يا بنات اتوقع خاصيه التقسيط، تابي وتمارا للي حابين يقسطون من عندهم، موجوده عندهم هذه الخاصيه. خلاص كذا اتفقنا. كمان التوصيل لكل مناطق المملكة العربية السعودية، وفي كمان أتوقع شحن مجاني إذا وصلتي إلى رقم معين بيطلع لكم على الشاشة برضو. خلوني أضب الأغراض وارجع. حابة أوريكم هذا النسكافيه، يجنن يا بنات، يجنن، من شركة برنس، المدينة شوفوها العنوان جمهورية كوسوفو، شيء مو طبيعي، شيء مو طبيعي، لذيذ 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 من قلب، أقول لكم لذيذ، جربوه، لذيذ لذيذ فعلا، هذا هو بالحيل يا بنات، حلو حلو. طبعا بالنسبة للنسكافيه الخام الأسود مسموح بساعات الصيام، بس عندي العلبة فاضية هنا أبغى أعبيها بها شوي باقي. خلاص أعبيها، شوفوا نفسه، هو نفسه أصلا كنت معبيته أنا، إذا ما كبيت شايفين ما أطلع بنت أبوي، ما أطلع بنت عقلة. دقيقة ليه ماما، خليني أصور هالجزئية، الله يرضى عليكي. ممكن يا صبوحة ممكن تبغى تنام، خلاص نرست هي، خلوني أنيمها وارجع. اسمعوا منينا، وشو استبين انتي، استبين انتي لابسة احمل الدنانين، دنانين ما شاء الله، حلوة حلوة دميلة، زينة طبوحة، زينة
بس الريرة تعب ماما تسوي أشياء مو زينة. يا بعد قلبي أنا، يا بعد روح ماما أنا. صبوحة يلا اضحكينها، ما شافوك تضحكين صبوحة؟ اضحك اضحك يا دميلي اضحك. غ غ غ شوفوا باخذ مشروبي بشربه على ما نيم صبح، لانها خلاص نسيتي بالعاده لما تصحى الصبح تصحى تلعب شوي اغير لها وترضع وتقعد شوي بعدين ترجع تنام، فابغى نومها على ما اشرب الزنجبيل حقي وبعدين ندخل مع بعض نسوي الفطور. قبل ما ادخل ريحه العود فاحت ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا شوفوا بنات شوفوا ما شاء الله ريحه العود امتلت بالبيت. الله يا رب يبارك لهم في رزقهم، تستاهلون والله كل خير، الريحه مسكته. شوفوا صبوحه ما نامت خلاص، خليتها جوا تلعب وقلت ابغى اسوي لي فطور معاكم على السريع. اليوم ايش بتسوين يا ام سارونا؟ اليوم بنكسر الدايت شوي. تمام، عندي هنا بنات جبن، ايش جبن حلوم، وبطلع المقلايه. اليوم انا مقرره انه اكسر الدايت. حلو، مو كسر يعني، لا بس بدخل خبز بالفطور. انا غالبا الخبز ما يدخل معي بوجبات الفطور، نجيب له حتى قطيع. انا غسلته طبعا تحت مي. كنت بقولكم طماطم ما عندي، بعدين استحيت على دمي، تذكرت لما امي جابت لي بندوره بحط الجبنه هنا. هذه الجبنه اللي استخدمها بنات لايت، اذا تبغون تجيبون نوعيه مهي لايت اغسلوها لانها مليانه ملح. الحين انا اعوذ بالله من كلمه انا مسكتها عاده خلاص بنات. ايش اسوي؟ التوستة اخليها حق وجبتين يعني صنفين، فهميني؟ خلوني اجيب هذا، فهمين علي بنات؟ ابغاه بس يتحمر ياخذ لون. طيب على ما يتحمر خلونا، خلاص انتي وقفي وقفي، شكرا. خلونا نطلع، ولا تدرون باخذ من هذاك خلاص، يعني هذا ليش باخذ من التست هذا. بس خلوني هنا اطلع صحن عشان احط فيه التوستات. اليوم انا مشتهيه مع الحلوم، تستغربون انا عارفه مشتهيه شطه، شلون ما ادري. يلا شطه شطه بعد فسها دامها نعت. طبعا هذا ما يعتبر تخبيص، غير ياكلها وجبات عاديه الصبح، انا لا. شوفوا يا سلام، وجبه ولا اروع. شايفين بنات فيكم تحمصون التست؟ طبعا انا عندي جهاز التحميص تمام، بس ما راح اخذه، ابغى اطلع من عندي هنا دقيقه. عندي هنا فيلادلفيا لايت، اشوى صبوحة تلعب، حطيتها تحت الخيمة حقتها وقعدت تلعب. خلوني اخذ شوي، بسم الله. شالي اتهم فيها، حلوة صلصة البيستو هنا تجي جميلة، بس انا ما عندي وقت صراحة. خلاص خلاص مشتهية شطة، لا تسألوني شلون ما ادري، جاي على بالي شطة كذا.
حطيت جرجير وبندورة والجبنة، تمام كذا. الحين تعالوا خلونا نعبي غلاية الشاي. طبعا اسمع صوت صباح كل شوي تبكي. شوفوا هذا فطوري، حطيت التوست، كمان خذيت برتقالة. خلاص الحين ابغى اطلع صحن. ليش؟ علشان ابغى احط فيه فيتامينات شعري. وقفت الحديد اللي كنت اخذه معه لاني حللت، طلع الحديد عندي كامل ممتاز، فوقفت الحديد خلاص، صرت بس اخذ فيتامينات شعري حقات الزنك وما الزنك. سويت لي شاي هنا، بسم الله. والحين ابغى اروح افطر عند مدام صبوحه، بس والله يا بنات اني عطشانه. يلا نروح نفطر عند الشيخه صبوحه، بسم الله. هذه حطيت لها صوتي، سكتت. شايفين حطيت لها صوتي عشان تسكت. خلاص طبعا بنات التلفزيون خطر الأطفال. صباح بس لما كذا يكون وراي شيء أحطها، لكن كذا لا، ما تقعد نهائيا. يمكن الخمس أيام ست أيام مرة. طحت بهذا البرنامج يجنن وثائقي، بالمرة حلو بالمرة حلو. هذا يسافر كل مكان ويصور لكم أشياء غريبة مرة، حبيت ثقافات شعوب. خلاص شوفوا مرة صوتي قامت تصيح. بقعد أفطر الحين وكذا أكون وصلت معاكم نهاية الفيديو. أتمنى من كل قلبي، اسمه قاسم على فكرة، أتمنى أكون وصلت أتمنى تكونون استمتعتوا واستفدتوا وحبيتوا الفيديو. وبكذا أكون وصلت معاكم نهاية الفيديو، أتمنى تكونون استمتعتوا واستفدتوا وحبيتوا كمان القناة. استنوني فيديو جديد واستنوني بيوم جديد. أحبكم من أعماق قلبي. رب اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مع السلامة.